صالح يعني كلام كتير هنتكلم عليه في كرة القدم، لكن كشخصية ممكن ناس كتير ما تعرفش كابتن محمود، من أنقى وأجدع الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك، وده يمكن بشهادة كل الناس اللي بتتعامل معاه، لكن في الشغل لا، هو صارم وحازم بشكل كبير. أنا شفتها شخصيا في ظل وجودي في وقت ما في البتروجيت كابتن محمود، وأيضا في النادي الأهلي، يعني واحد من اللعيبه المميزين، وبكمل هذا الموضوع بعد لعب كره القدم بشغله المميز وحب الناس كمان ليه بشكل كبير. كابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني. كابتن محمود برحب بحضرتك. كابتن الله يخليك بوجودك. انا قلت لك ايه، انا بحب كابتن محمود. الله كتير ناس تتخض كده للوهله الاولى من كابتن محمود في تعامله، لكن اما يجي يقربوا منك كابتن شخصيه ثانيه خالص. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طيب خلينا نبتدي كابتن. اتفضل. الموضوع ان احنا عمالين نتكلم في حاجات كتير وفي كرة القدم، لكن في بعض المواضيع بتخليك للأسف، حتى لو انا التصريح من يومين ثلاثة لازم اسأل واحد من نجوم مصر في تصريحات الخاصة بكابتن فاروق جعفر، واتمنى ان يعني كل الناس يمكن يعني قاست على كابتن فاروق، لكن في الاخر برضو كابتن فاروق قاس علينا احنا بالتصريحات دي يعني كلاعيب الكورة يعني. ايه رأيك في التصريحات دي كابتن؟ لا هو طبعا في البدايه كابتن فاروق يعني حتى على المستوى الشخصي طبعا. بالنسبه لنا يعني شخص عزيز جدا. انتوا بتقابلوا بعض يا كابتن تقريبا على طول وبتقعدوا على يعني يمكن الفترات اللي فاتت دي بروح للمنيره. منيره موجود بقى كابتن وكابتن امين عرابي ومجموعه ظريفه جدا، ناس كويسه الحقيقه. وطبعا احنا واحنا صغيرين بقى عندنا 10 سنين 12 سنه ابتدينا نشوف الاجيال دي طبعا مع بدايه السبعينات. طبعا الكابتن فاروق جعفر انتمائنا كان للنادي الاهلي منذ الصغر يعني. بس كابتن فاروق كان نجم كبير الحقيقه. في قامات هنا كابتن انت كنت بتبص لها، وهنا برضه وانت في الاهلي، لكن تحب انك تطلع تبقى زيهم، هو منه كابتن فاروق بالظبط. النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي مهمه. انت مش المثل الاعلى ليك بيبقى النادي اللي انت بتحبه وبتشجعه وبتنتمي اليه. لا، ممكن نادي تاني يعني لاعب في نادي اخر وتكون بتحبه ونفسك صحيح يبقى يمثلك يعني مثل اعلى يعني. صحيح. فمن ضمن الناس اللي كانت بتمثل مثل اعلى هي طبعا كابتن فاروق الحقيقه. طبعا الموقف الاخير ده ممكن اغلب القنوات واغلب الصفحات الرياضيه حتى على مستوى الصحف والمجال اتكلمت على الموقف ده. ما اعرفش انا طبعا، هو ما فيش شك كابتن فاروق اخطا، وانما يعني ايه الاسباب اللي خلته يعني انا يعني هو كله خلي بالك مش عارف ايه الاسباب. يعني بنتكلم واحنا كابتن مع بعض دايما احنا بنتكلم بصراحه. لا كابتن فاروق احنا في كل حتى يمكن المذيع اللي كان قاعد معاه احمد جمال مش مصدق هو كابتن فاروق كابتن، حتى هو بيتناقش معاه، لكن كابتن فاروق كان مصمم على الموقف الخاص باللي اتكلم عليه، سواء بقى على جيل 90 سواء على بعض الامور اللي اتكلم فيها. يعني هو طبعا الكابتن فاروق ذكي ولبق يعني يعني مش بسهوله ان هو يخطا يعني. انما برضو خد بالك احمد جمال مشاه في اتجاه اعتقد ما كانش في صالحه. بص كابتن عشان بس انا مش عايز ادخل مذيع زميل، انا كنت لان الحلقه كانت بتنتهي يعني الحلقه كانت بتنتهي وكابتن فاروق كان بيقول رايه، وفي الاخر الحلقه ايه انتهت بالتصريحات دي عشان برضو الناس في بعض، عشان برضو انا ببقى قاعد في المكان ده في بعض التصريحات وانا بختم وخلاص المخرج بيقول لي خلاص في بيطلع تصريح من الضيف مش هقدر احاوره مش هقدر احاوره. لا انا ما بتكلمش عن الموضوع او اوديه على الاتجاه خلي بالك. لا 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 هو يعني بياكد الكلام عنده يعني بيديله اسئله وبيرد بنفس بياكد الراي وبياكد كلامه وبياكد المعلومه اللي قالها. انا شايف ان احمد جمال برضو اخطا وممكن يعني اضر بالكابتن فاروق في الـ في الـ في الدقايق دي اللي هو اضر فيها الجزئيه دي. كابتن فاروق نجم كبير والكلمه بتبقى محسوبه من الكبير قبل ما يكون من الصغير طبعا ما فيش شك. بس كان ممكن يوجه يعني يغير الموضوع اتجاه الموضوع. خليني اسالك كابتن، هل ده كان ممكن بيحصل في وقت ما بالنسبه للانديه او منتخبات اللي كان عليك هو شوف هو زمان مستوى التحكيم كان ضعيف واحنا جربناه الحقيقه. يعني ابتديت من بدايه التمرينات انا شخصيا بنلعب مع النادي ابتدينا مع بدايه التمرينات. لا هو كان في مستوى التحكيم كان ضعيف جدا الحقيقه يمكن دي بالذات طبعا ضعيف جدا. وبعد خد بالك ما كانش في ستوب عليه ولا في يعني متابعه ولا تركيز. المباريات ما كانتش بتذاع ما كانتش على الهواء، دلوقتي كل المباريات بتذاع على الهواء. انما لا حاليا طبعا في طفره في المستوى التحكيم الافريقي بقى يعني ارتفع بشكل كبير. انا يعني يمكن تحليلي ليها في التوقيت ده
هي ما بتبقاش فيها تعمد يعني، ما اقدرش اقول حاجه زي كده. انما موضوع في مستوى قله خبرات، يمكن كان في مجاملات، التجارب بتاعتهم والدراسات بتاعتهم، لا الوضع اختلف طبعا. بس انت خلي بالك فكره وجودك في صاحب الارض او عند صاحب الارض ده بيبقى فيها تعاطف، وده بيحصل يعني. حكم موجود في مثلا في تونس ولا في المغرب والماتش مصيري، فبتلاقي فكره التعاطف موجود بناء على الجماهير والشكل العام. طبعا لو رجعنا ده يمكن قصده كابتن فاروق يعني. طبعا لو رجعنا التاريخ هنلاقي في طبعا في مباريات وفي بطولات ممكن تكون الحكم كان ليه دور اساسي في نتيجه المباراه. بس انا ما اقدرش اقول ان هو كان في تعمد. انا ده اتهام صعب. ان انا اتهم يعني حكم ان هو تعمد خساره فريق او فوز فريق، يعني انا شايفها صعبه. يعني ما اقدرش. ما كانش بيحصل يا كابتن، كنت في الملعب كنت بتحسوا بالظلم في اوقات بتبقى هو يعني في حتى وانت بتلعب في مصر على ارضك. انا تذكرت موقف نهائي افريقيا مع كوتوكو. انت عارف كوتوكو هناك كوتوكو يا كابتن في 82 كسبنا هنا 3-0، وهناك كان الكابتن خطيب احرز هدفين وكابتن علاء احرز هدف، وتعادلنا 1-1 في مباراه العوده في غانا وكسبنا البطوله 82. قابلنا برضو في 83 قابلنا كوتوكو، للاسف تعادلنا هنا 0-0 وخسرنا بهدف يعني اوف سايت مثلا بخمسة ستة متر يعني ما اعرفش انا يعني برضو الاتهام المباشر انا بستصعبه يعني. انما لا الحكم ظلمنا ظلمنا ظلم تحكيم بين حكم يعني الاوف سايت يعني بمسافة خمسة ستة متر يعني وجي منها الجون بتاع الكوتوكو وكسب البطولة في الوقت ده. طيب يعني جزء من التصريح كابتن على وصول مصر كاس العالم 90 برضو، فكره التصريح ده شفته زي اصل يعني اخطاء ورده برضو انا مش هقدر اتهم الحكم. طيب احنا هو يمكن الكلام هل الجيل ده كان احق انه يوصل ولا منتخبات تانية كانت هي الاحق توصل من خلال ادائهم من خلال وجودهم في التصفيات؟ جيل السبعينات اللي هو لعب، لا انا بتكلم على جيل 90. هو اتكلم على كابتن جيل 90 الوصول لكاس العالم. انت عايز تقارن بينه وبين اجيال اخرى يعني؟ لا انا بتكلم على الاجيال اللي كان الجيل اللي كان موجود، لان كابتن فاروق قال ان كانت فرق اقوى من جيل 90 وان الوصول لكاس العالم ما كانش هو الاحق. خلاص ده تقييم ليهم، ده اقدر ليهم ان انا في وسط في تنافس قوي وانا اللي بوصل. هو بص خد بالك الاخطاء التحكيميه وارده تمام؟ وحتى انت احيانا بتبقى تيجي بالكاميرا وبتعيد اللقطه من كذا زاويه وكذا اتجاه وبرضه بيبقى في اختلاف وتحسم الامر بتبقى مشكله. انما في توازن. أنا ممكن انا كفرق على تاريخي أو سواء على مستوى الانديه او المنتخبات ممكن انا يعني خطا الحكم كسبني بطوله وممكن خطا الحكم يخسرني بطوله. لكن انا بكلمك فنيا لا يعني اقصد لا يعني يعني عايز اكمل الجزئيه دي. مش في الاتجاه كله هيبقى في صالحي ولا الاتجاه كله هيبقى ضدي. هي في النهايه بتبقى توازن. مش توازن التحكيم، انا بكلم عن النتائج. ممكن انا كفرقه على مستوى الانديه او المنتخبات خسرت بطوله نتيجه خطا تحكيم وممكن اكسب بطوله نتيجه خطا تحكيم. هو يعني دي ورده ودي بيحصل كتير. عندك امثله في الاهلي والزمالك. الاهلي هو طبعا موضوع الفار ده ان في ناس كانت هجمته، بس موضوع مهم جدا كابتن. الفار ما انت شايف المشكله اللي حصلت في اتحاد افريقيا السنه اللي فاتت ما بين الوداد والترجي، وكان سببها الفار ان هو ما اشتغلش مثلا. الناس ممكن قبل كده لو حتى في الفار برضو جت بعض اللقطات ممكن الحكم بيختلف عليها. اوكي ماشي بس بيدي فرصه اكبر للحكم ان يشوف اللقطه باكتر من اتجاه. القرار ليه في الاخر؟ يعني دي بتبقى برضو حلت مشاكل كتير. يعني هو وجود الفار اعتقد صالح الكوره. طيب برضو